أربع شباب كل واحد طويل. أنا بعتقد صار بيأدي لأنه غلي كتير. ترد إيش عليه بيصير دي؟ ده الحين شوف كيف غلي. جيب إيش حالكم، جيب إيش حالكم. كنا خارجين من حمام السباحة وكان الجو بارد، وفي الجو البارد الناس لازم تتدفى. كيف تتدفى؟ بطرق كثيرة ما حنذكرها كلها، حنذكر بعضها اللي هي حليب ساخن. وكان اكو شيء يحمل اللون القهوائي وياه، يعني شيء لطيف جدا. بو 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 بو، واحد واحد اثنين صارن. يلا قدر الله عليك لقمة واشرب حليب كده. خذ لقمة. لا خلي هذه وحدة لليل. خذ بسرعة بسرعة. لا لا انا راح اعترف، راح اعترف خلاص. اعترف. اي وليد راح يعترف. هو اعترف. شوف صديقي العزيز، احنا كنا طالعين من حمام السباحه رقيقين وحلوين وما مفكرين بالخيانه نهائيا. نعم. وفي اللحظه التي مررنا بجانب شو يسمونها ماكينه الشوكولاته، ماكينه الشوكولاته، ويا ليتنا لم نمر بماكينه الشوكولاته، اظهر عبد الله خلاقي انيابه الوقحه وقام بالاشاره الى اشياء معينه فطلبناها على الفور ونزلت الينا بسرعه. يبكي عبد الله. زاكي ما تبكي. زاكي ايه بس وصف قليل. هذا الحليب احلى حليب اكلته بالدنيا. احنا كشهود على الجريمه نصحنا انه يمتنع عنها ويكبهم. شكرا. بس هذني ادله جرميه تثبت ضلوعي في الجريمه، فكيف ممكن اخفيهم؟ أعرض على حضاراتكم الآن دليل الجريمة. لوحة البسكوت الأول. شو اسمها هذه؟ ما يقول ماركة هم. يبغوا يشوفوا الشكل حق البسكوت مو الماركة. العينة رقم 2. الله، في 2 زيهم كانوا فيه بس اختفوا. وأخوانهم دول يدوروا عليهم. وآخر عينة من الجريمة هي البسكوت لافيتا، وهو بسكوت بنفسجي من الخارج ومن الداخل ويفر مغطى بالشوكولاتة الثقيلة. يلا تصبحوا على خير. الخلاص يلا خلاقي هاك هذا، أنت تلفهن بطريقتك. إيه؟ تلفهن بطريقتك. لا خلاص ارميهم في الزبالة، ما يحتاج لا تتلفهم بطريقتي ولا شيء. ليش نقول لهم؟ احنا ما راح نقول لهم. نحن ما راح نحكي لهم. دفننا. احنا ما راح نحكي للمشتركين اصلا نحن انه بعض المشتركين اكلوا شوكولاته. صح، واحد من المشتركين قصدك. اكسكيوز مي، مساء الخير. على فكره المشتركين كلهم يدرون السبيكرات شغاله واللي نايم صاحي صاحي استناكم. من جد تتكلم؟ والله العظيم انا قاعد اسمع كل شيء.